السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربوية مع الأستاذ محمد البخاري. فيديو اللي كيخص نموذج آخر من امتحان التربية الإسلامية، الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للسادس ابتدائي. إذا كنت درت معكم نموذج أول ديال اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهذا نموذج ثاني ديال امتحان ديجا داروه التلاميذ قبل منكم ديال مديرية تيزنيت، وغادي تشوفوا بأنه نفس المنهجية كيمشيو عليها في الامتحانات تقريبا جميع المديريات والأكاديميات الجهوية، كيعتمدوا نفس المنهجية ديال الامتحان لأنه عندنا نفس الإطار المرجعي. إذا التربية الإسلامية ديال هذه المديرية هي على الشكل التالي. التربية الإسلامية، إذا الوضعية هي هذه: بمناسبة اليوم الوطني للتعاون المدرسي، نظمت مدرستك حفلا ثقافيا استضافت فيه إمام المسجد الذي رتل في بداية هذا الحفل آيات بينات من سورة الملك، وفي كلمة مقتضبة ذكر الحضور بعظمة الخالق المتجلية في كمال ودقة الخلق، ودعاهم إلى حب الوطن والحرص على الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة محيطهم والتضامن والتعاون على ذلك اقتداء بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هذه هي الوضعية. ثم عندنا واحد السند القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نندوز الآن الأسئلة. اقرأ أو اقرأي نص الوضعية والسند المرفق ثم أنجز الأنشطة الآتية. غادي نحاولوا انطلاقا من هذه الوضعية وكذلك من السند القرآني نجاوبوا على 6 ديال الأسئلة مقترحة في هذا الامتحان. نبدأ بالسؤال الأول: اكتب أو اكتبي الآيات التي تلاها الإمام في الحفل من سورة الملك، من الذي خلق 7 سماوات إلى واعتدنا لهم عذاب السعير. إذن الذي خلق 7 سماوات طباقا، 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. نجوز الآن السؤال الموالي: اذكر القاعدة التجويدية للراء في كل كلمة من الكلمتين التاليتين. إذن البصر وحسير. عندما نتكلم عن البصر هنا شنو عندنا؟ عندنا تفخيم الراء، تفخيم الراء، بينما في حسير هنا ترقيق الراء. إذن البصر، فارجع البصر هل ترى من فطور، البصر هنا لدينا تفخيم الراء، بينما في حسير خاسئا وهو حسير.
إذن هنا عندنا ترقيق الراء. نعم، السؤال الموالي: يدعو الله إلى التفكر في مخلوقاته تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التفكر في مخلوقاته. استشهد على ذلك واذكر فائدة هذا التفكر. إذن غنستشهد بنص شرعي طبيعة الحال. إذن الآية التي يمكن الاستشهاد بها أو النص الشرعي الذي يمكن استشهاد به لتبيان دعوة الله سبحانه وتعالى للتفكر في مخلوقاته: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ إذن هنا سورة الغاشية، الآية 14. إذا جاوبنا على النص الأول من السؤال، بقات لنا النص الثاني ديال السؤال: اذكر فائدة هذا التفكر. إذا الفائدة من التذكر وهو معرفة الفائدة معرفة الله عز وجل واستحضار عظمته سبحانه. نعم. السؤال الرابع: استخرج من السند القرآني حكم الصيام والحكمة منه. إذن السند القرآني يتكلم عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن حكم الصيام، إذن الصيام فرض على كل مسلم، الصيام فرض على كل مسلم بالغ قادر. إذن هو فرض على كل مسلم بالغ وقادر، يعني عنده قدرة على الصيام. نعم. والحكمة منه، والحكمة هي تهذيب، إذن الحكمة من الصيام وهي تهذيب ماذا؟ تهذيب النفس وزيادة التقوى، وزيادة التقوى والخشية من الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الخامس: من بين القصص التي درستها في مكون التربية الإسلامية، ما هي تلك التي ستوظفها في نصحك لزميلك أو لزميل لك يكتب على الطاولات والجدران؟ إذن واحد التلميذ صاحبك ككتب على الطاولات والجدران، شنو هي القصة اللي درستها في التربية الإسلامية اللي غادي توظفها باش تهضر مع الزميل ديالك باش تنصحه بأنه ما يكتبش في الجدران وفي الطاولات ديال المدرسة؟ إذن القصة بطبيعة الحال هي قصة إبراهيم عليه السلام في التحاور بأدب مع أبيه. نعم. ثم أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام في التبليغ، يعني إذا تبعنا الأخلاق ديال الرسول عليه الصلاة والسلام في التبليغ غادي نكونوا نصحنا الزميل ديالنا بشكل جيد، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام دائما كان يتعامل بلين ولطف. نعم. في التبليغ والنصح. ندوزو السؤال الأخير وهو السؤال السادس: كيف بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة؟ إذن الدعوة الإسلامية كيف بدأها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته أو الدعوة سرا. إذن كانت الدعوة في الأول سرية، وكانت سؤال أو الجواب دي السؤال الثاني: ومن أول من آمن به؟ وكانت زوجته خديجة رضي الله عنها أول من آمن به. إذن الزوجة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام هي كانت أول من آمن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادشي اللي كان عندنا في هذا الامتحان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.